طبعا بما انه ان اديسك هي معادلة اللابلاس، فهو راح يكون بالار والثيتا، راح يتجزأ هذا الموضوع الى جزئين متشابهين جدا، فيه الاختلاف بسيط فقط في حالتين، اللي هو اول شيء الانتيريور المقصود في داخل الديسك. فلو افترضنا هذا هو عبارة عن الديسك، السي او الار، هذا هو الار نصف القطر، هذا افترضنا ان نصف القطر هو ما بين الصفر والسي. فانا اللي بدي اياه هون في البدايه هو داخل هاي الدائره هاي او داخل هذا الديسك، والحاله الاخرى اللي هو خارج هذا الديسك اللي هو اكبر من سي. فالمعادله راح تكون هي نفس المعادله تماما، لكن الاختلاف فقط في الشرط على الار. لاحظ الار هي اكبر من زيرو واقل من سي، هذا معناه انه الار هي تقترب من الزيرو وتقترب من السي، اقل قيمة لها عندها الصفر واكبر قيمة لها هي السي. لكن الحالة الاخرى راح تكون نفس المعادلة اللي هي الاكستيريور، لكن راح احكي لك انه الار اكبر من السي، بمعنى اكبر من السي واقل من الانفينيتي. وفي هاي الحالة راح يكون في اختلافين فقط بسيطات جدا. بما انه الان طبعا راح احل هاي المعادله باستخدام السيبريشن اوف فاريبل، اللي هي الطريقه اللي كنا نحل فيها سابقا. بما انه التو فاريبل هن عباره عن الار والثيتا، فراح افرض السوليوشن هو عباره عن، اذا let يو ار وثيتا اللي هو السوليوشن هو عبارة عن R capital of R في theta capital of theta. فإذا في عندي two function، واحد بدلالة ال R radius والآخر بدلالة الزاوية اللي هو عبارة عن theta of theta. المعادلة فيها U R R، فواضح جدا وفيها U R. الآن ال U R هي عبارة عن R فتحة في الثيتا. طبعا الار فتحه هي المقصود فيها هي ار فتحه اوف ار، والثيتا هي ثيتا اوف ثيتا، لكن حكينا اختصارا بنبطل نكتبها بدلاله الاندكس تاعها. الان اليو ار هي ار فتحه ثيتا، اليو ار ار هي عباره عن الار دبل برايم في الثيتا، ويو ثيتا ثيتا هي عباره عن ار في ثيتا كابيتال دبل برايم. الآن هذول بدي أعوضهم في المعادلة الأساسية اللي هي يو ار ار، اللي هي بمعنى أصبح عندي الـ r فتحتين في ثيتا زائد واحد على الـ r small في يو ار اللي هي عبارة عن الـ r فتحة في ثيتا زائد الواحد على r square في في اللي هي عبارة عن يو ثيتا ثيتا، اللي هي عبارة عن الـ R capital في ثيتا دبل برايم تساوي زيرو. خلينا أول خطوة نتخلص من الـ R والـ R square اللي هن في المقام، فأضرب في R square هاي المعادلة بتخلص من خلالها من المقام الموجود معي، فبصير R square في R دبل برايم في الثيتا زائد الـ R في R برايم في الثيتا زائد الـ R كابيتال في ثيتا دبل برايم تساوي زيرو. طريقة السبريشن اوف فاريبل هي بتعتمد على فصل كل متغير في طرف والمتغير الاخر في الطرف الاخر. فانا بدي افصل الثيتا الان في طرف والار في الطرف الاخر. لاحظ انا في عندي هاي المعادلة او هاي القيمة وهاي القيمة فيها ثيتا، فبقدر اطلع الثيتا عامل مشترك من خلالهم. فبصير ثيتا في R سكوير في R فتحتين زائد ال R سمول في R فتحة، طلعنا الثيتا عامل مشترك، سكرنا القوس، وهاي اللي هي العبارة عن ال R في R كابيتال في ثيتا دبل برايم جيب لي اياها للطرف الآخر، فبتصير ناقص ال R في ثيتا دبل برايم. الآن لغاية الآن بعدني ما جزأتها، بدي أجيب ال R للطرف الآخر والثيتا للطرف الأيمن. فاقسم على، الآن لو قسمنا على الـ R في ثيتا الطرفين تصبح معنا عبارة عن R تربيع في R دبل برايم زائد الـ R في R فتحة على
قسمت على الثيتا في ار، الثيتا مع الثيتا هاي اللي طالع برا القوس بتروح، بظل على ار، ولاحظ اصبحت هاي المعادله هي كلها بدلاله الار، وهذا اللي بدي اياه. تساوي الان الطرف الايمن لما اقسم على ثيتا ار، الار مع الار بتروح، بظل عندي ناقص ثيتا دبل برايم على اللي هي الثيتا. وبما انه اقتران بدلاله الار واقتران بدلاله الثيتا فبتساوي فقط عندما يكون تساوي كونستانت، وكنا دائما نسويها بلمدا. الان في عندي معادلتين، هاي المعادله وهاي المعادله، بدنا نكونهن الان. طبعا المعادله الطرف الايسر اللي هي ار تربيع في ار دبل برايم زائد الار في ار دبل برايم في ار برايم ناقص لمدا في R تساوي 0، يعني أخذت هذا الطرف بيساوي لمدا، والطرف الآخر هو ناقص ثيتا دبل برايم على ثيتا تساوي لمدا، واللي هي ثيتا دبل برايم زائد الثيتا تساوي زائد لمدا في ثيتا تساوي 0. فإذا تكون معي معادلتين، معادلة رقم واحد هي عبارة عن R تربيع في R دبل برايم زائد ال R في R برايم ناقص لمدا في R يساوي الزيرو، والمعادلة رقم اثنين هي ثيتا دبل برايم زائد لمدا في ثيتا تساوي زيرو تساوي زيرو. لاحظ المعادلتين اللي أوجدتهم هون، المعادلتين أول شيء من السكند أوردر، لكن المعادلة الأولى بتختلف، المعادلة الثانية تعاملنا معها كثير، لكن المعادلة الأولى لا. المعادلة الأولى هي عبارة عن معادلة كوشي أولر، هي عبارة عن X تربيع في Y دبل برايم زائد X في Y برايم ناقص لمدا في Y تساوي 0، بتشبه هاي المعادلة. فإذا المعادلة رقم واحد هي معادلة كوشي أولر كويشن، وهي المعادلة أول مرة متعامل في الجزئية هون في طريقة السبريشن فاريبل بالكوشي أولر. فهذا هو الاختلاف. الآن أي المعادلتين راح أبدأ فيهن؟ راح أبدأ في معادلة رقم واحد رقم اثنين بناء على الشروط الموجودة. لو رجعنا الآن للشروط في المسألة المعنى، لاحظ الشرط الأول يو آر وناقص باي تساوي يو آر وباي، ويو ثيتا لآر وناقص باي تساوي يو ثيتا لآر وباي، بمعنى إنه الشروط الموجودة عندي على الثيتا وهذول هم اللي بدي إياهم. فإذا بستخدم المعادلة أو أو بالبداية بوجد الحل للمعادلة رقم اثنين، لكن قبل ما أحل معادلة رقم اثنين وهي معادلة ستورم لوفيل بروبلم لازم أوجد الشروط. الشرط الأول بيقول لي إنه يو آر وناقص باي هي عبارة عن اليو آر وباي. طيب ما هو اليو هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن الآر كابيتال أوف آر في ثيتا أوف ثيتا. الآن الثيتا هون هي اللي بعوض فيها، فبتصير ال R of R في ثيتا للناقص باي يساوي نفس الشيء ال R of R لكن في ثيتا عند الباي. وبستنتج هون على طول، على طول بستنتج بما أنه صار عندي R of R في ثيتا بناقص باي تساوي ال R of R في ثيتا الباي، معناها الثيتا للناقص باي تساوي الثيتا للباي. وهذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. الآن الشرط الثاني اللي هو عبارة عن يو ثيتا للآر وناقص باي تساوي يو ثيتا للآر وباي. إيش معنى يو ثيتا؟ مشتقة اليو بالنسبة للثيتا، فهي عبارة عن الآر أوف آر في ثيتا برايم، لأنه يو ثيتا يعني مشتقة نسبة للثيتا، فتصبح يو ثيتا برايم عند الناقص باي يساوي الار اوف ار في ثيتا برايم للباي. بمعنى آخر بستنتج على طول إنه الثيتا برايم للناقص باي هي عبارة عن الثيتا برايم للباي. فأصبحت معادلة مكتملة الشروط معاي، في عندي تو كونديشن باوندري كونديشن على مسألة ستورم لوفيل بروبلم. هاي المسألة حلها بسيط جدا. إذا الآن نسول، خلينا نعرف الآن شو بنحله. بنحل المعادلة التالية اللي هي ثيتا دبل برايم زائد لمدا في ثيتا تساوي زيرو، والشروط هم عبارة عن ثيتا الباي أو ناقص باي تساوي ثيتا بالباي،
وثيتا برايم للناقص باي تساوي ثيتا برايم للباي. هذا هو الشرطين مع المعادلة ستورم رويل بروبلم. طبعا هاي المسألة هي مسألة سهلة جدا حلها، لكن تطبيق الشروط شوي راح يكون مختلف عن السابق، لكن أخذنا لما أخذنا معادلة ستورم رويل بروبلم أخذنا مسألة تشبه هاي المعادلة اللي كانت فاي ال تساوي فاي الناقص ال وفاي برايم للال تساوي فاي برايم للناقص ال. الآن حلها عادي، ام سكوير زائد لامدا تساوي زيرو، بستنتج إنه الام تساوي بلس ماينس جذر الناقص لامدا. ببدأ الآن بكيس نمبر 1. إذا كيس نمبر 1 عندما ما داخل الجذر اللي هو ناقص لامدا يساوي زيرو، هذا بيعني لي إنه الام هي عبارة عن بلس ماينس الزيرو، يعني الام تساوي 0 و 0، او بمعنى اخر السوليوشن الان الثيتا او ثيتا، لاحظ هون تكون بدلالة الثيتا، بتعامل مع الثيتا، يعني هي عبارة عن C1 في ثيتا زائد C2. طيب استخدم الشروط، الان استخدم الباوندري كونديشن. اول شرط معطى معي هو الثيتا للناقص باي يساوي الثيتا للباي، ومنها بستنتج. طب الثيتا هو عبارة عن C1 في ثيتا، يعني ناقص باي في ناقص باي في C1 زائد C2 تساوي عند الباي اللي هي تساوي باي في C1 زائد C2. على طول لاحظ C2 مع C2 بتروح، جيب الباي بصير ناقص، بصير عبارة عن ناقص باي في C ناقص 2 باي في C2 أو في C1 يساوي صفر، ومنها على طول C1 قيمته 0. طيب الشرط الثاني اللي هو phi prime للناقص باي يساوي phi prime للباي، منها طبعا الشرط الثاني الphi prime هو عبارة عن C1، الphi prime هو عبارة عن C1 في، يعني بيطلع معي C1 تساوي C1، يعني 0 تساوي 0 لأنه C1 هو معطى معي هو 0، فعلى طول هذا الشرط ما استفدت منه نهائيا. يعني بمعنى آخر إنه ما في عندي شروط على C2، وبالتالي الفاي في عندي سوليوشن راح يكون الفاي أوف فاي وهو عبارة عن C2. لاحظ C2 ما عليه شروط فهو عبارة عن arbitrary، وحكيت سابقا كونه طلع معي سوليوشن لازم اروح اوجد السوليوشن الاخر، بمعنى احل المعادله الثانيه اللي هي معادله الار. طب شو هي المعادله الثانيه؟ المعادله الثانيه كانت عباره عن ار تربيع في ار دبل برايم زائد الار في ار برايم ناقص لمدا في ار. طب من الحاله هاي اللمدا هي زيرو، فاذا هاي تساوي زيرو، فعلى طول هاي عباره عن معادله كوشي اويلر. معادله الكوشي اويلر كيف بحلها؟ بحلها باستخدام انه باجي بحكي هاي عبارة عن الـ M في M minus 1 زائد الـ M يساوي 0، يعني الـ M تربيع يساوي 0 ومنها الـ M يساوي 0 و 0. طيب في معادلة الكوشي أويلر لما يكون الروت 0 و 0 شو هو؟ بتكون الـ R of R هي عبارة عن C1 مضروبة في R قوة الروت الأول. طب ما هو الروت الأول هو صفر، R قوة صفر واحد، فأصبحت C1. الروت الثاني بضربه فيه لن الR، هون بتعامل مع الفيريبل R، وبالتالي رح تكون السوليوشن الآخر هو C2 في لن الR. لكن في نقطة مهمة جدا الآن بتوقف هون شوي، كونه في نقطة مهمة جدا إنه السوليوشن في البارشل ديفرنشال إيكويشن يجب أن يكون باوندد، يجب أن يكون هذا السوليوشن هو عبارة عن باوندد، فهي النقطة راح أهتم فيها شوي هون. الآن هنا بتعتمد على الآر، الآر هي أكبر من صفر وأقل من سي، إذن الآر لا يمكن تروح للإنفينيتي، هي ممكن تروح للزيرو. الآن إذا كانت إف الآر جوز تو زيرو،
then الليمت لما ال r goes to 0 لل r of r هذا راح يساوي لي اما plus or minus infinity. ليش؟ لانه لن الزيرو هو ناقص انفينيتي، فحسب بصير قيمة الكونستانت المقابل له اللي هو سي 2 اما بلس اور ماينس انفينيتي، وبالتالي راح يكون انباوندد. طب انا بدي اياه يكون باوندد، فعشان هيك راح احكي هون وي ماست تشوز سي 2 تساوي زيرو. اذا بحكي وي ماست تشوز سي 2 تساوي صفر، لانه في عندي مشكلة لما الـ R تقترب من الصفر. في حالة الانتيرير ممكن الـ R تقترب من الصفر، لأن الـ R هي أكبر من الصفر وأقل من الـ C، فبصير عندي مشكلة في هذا الحد. فكيف بدي أشطب هذا الحد؟ بختار الـ C2 تساوي 0، وبالتالي الـ R of R هي عبارة عن الـ C1، ويعني هون في هاي الحالة الـ UR وثيتا هو عبارة عن حاصل الضرب للـ R of R في ثيتا وثيتا. هناك طلعت كونستانت، وهنا أيضا كونستانت سأسميها الايه. الان خلينا احكي لكم انه شو بصير بالاكستيريور. ما هو الاكستيريور راح يكون تقريبا نفس الحل. هون الاكستيريور مش راح تكون الار تقترب من الزيرو. في حاله الاكستيريور راح تكون الار تقترب، ممكن تقترب من الانفينيتي يكون فيها المشكله، لانه هون في حاله الاكستيريور راح تكون الار اكبر من سي، بمعنى انه اكبر من سي واقل من الانفينيتي. فاذا كانت هون التغيير راح يكون، واللي راح اشرح المره القادمه بشكل سريع، انه الار لما تقترب من الانفينيتي ايضا بصير مشكله بين الانفينيتي اللي هو انفينيتي مضروب في سي 2، فراح يكون برضه هو انباوندد، راح يكون انفينيتي او ناقص، فبرضه بختار السي 2 تساوي 0، بيضل السوليوشن نفسه. في كيس 1 الاختلاف الوحيد ما بين الانتيريور والاكستيريور هو فقط انه الار في هاي الحاله في الانتيريور بتقترب للزيرو، في حاله الاكستيريور بتقترب للانفينيتي، وبالحالتين بشطب السي 2 بختارها صفر، بضل عندي الار اوف ار هو سي 1، وبالتالي اليو ار وثيتا راح تساوي ايه في كلتا الحالتين. فعشان هيك الكيس 1 ما راح يكون في اختلاف في الحالتين. الان بنتقل لكيس نمبر 2. كيس نمبر 2 بدي اختار الناقص لامدا تساوي الالفا سكوير والالفا اكبر من الصفر، معناته الام تساوي بلس ماينس الالفا في هاي الحاله، وبالتالي الثيتا والثيتا هي عباره عن سي 1 في يقو الفا في ثيتا زائد السي 2 في يقو ماينس الفا في الثيتا. خلينا نجد الثيتا برايم، لانه راح احتاج الثيتا برايم للثيتا. الشرط الثاني هو على المشتقة، هو عبارة عن سي 1 في ألفا في إي قوة ألفا في ثيتا ناقص سي 2 في ألفا في إي قوة ماينص الألفا في الثيتا. الآن نستخدم الشرط الأول اللي هو الثيتا للباي يساوي الثيتا للناقص باي، أو الثيتا نفس الشيء، أو الثيتا للناقص باي بتساوي الثيتا للباي. على طول الآن عوض الثيتا للناقص باي. الثيتا للناقص باي هو عبارة عن السي 1 اي قوة ناقص الفا في باي، مكان الثيتا عوض ناقص باي، زائد السي 2 في اي قوة الفا في باي. هذا بيساوي عند الباي اللي هي عبارة عن سي 1 في اي قوة الفا في باي زائد السي 2 اي قوة ناقص الفا في باي. الآن طلع السي 1 عامل مشترك، صفي عندي اي قوة ماينس الالفا باي، وجيب بالطرف الاخر اللي فيها سي 1 بصير ناقص اي قوة الفا في باي، سكر القوس تساوي. طلع الان السي 2 عامل مشترك في عندي هذا الحد اللي هو اي قوة ناقص الفا في باي ناقص الاي قوة الفا في باي. لاحظ هذا الحد هو نفس هذا الحد، في بامكاني اقسم الحدين على الطرفين عليه، لانه هذا لا يساوي صفر، وذكرنا سابقا انه هذا لا يمكن يساوي زيرو، وبالتالي بستنتج انه السي 1 هي عباره عن السي 2. اذا استنتجت بالشرط الاول انه السي 1 تساوي السي 2.
الآن بستخدم الشرط الثاني اللي هو الثيتا برايم، لأن ناقص باي تساوي الثيتا برايم للباي. طيب شو هو الثيتا برايم؟ هو عبارة عن سي 1 في قوة أو ألفا، سي 1 ألفا في إي قوة ناقص ألفا في باي. هذا هو عبارة عن الثيتا برايم طبعا زائد السي 2 اللي هي نفس السي 1 في ألفا في إي قوة ألفا في باي. عوضت الناقص باي في المشتقة، وعوضت سي 1 مكان السي 2 كونه متساويات، وتساوي الثيتا برايم الباي ليه سي 1 ألفا إي قوة ألفا في باي زائد أو ناقص، هنا ناقص هاي لأن المشتقة راح تكون فيها ناقص، وهنا برضو ناقص سي 1 ألفا في إي قوة ناقص الألفا في باي اللي عن تعويض الباي مكان الثيتا. الآن طلع لي السي 1 عامل مشترك منهم وألفا كمان لأن كلهم فيهن ألفا، هنا في عندي إي قوة ناقص ألفا في باي، وهنا في عندي ناقص إي قوة ألفا في إي قوة ناقص ألفا في باي، جيبها للطرف الآخر بتصير 2، يعني هاي عبارة عن 2 في إي قوة ناقص الألفا في باي ناقص السي 1 ألفا طلعناها عامل مشترك، هنا في عندي إي قوة ألفا في باي، وهنا برضو في عندي إي قوة ألفا في باي، بجيبها لهون بتصير ناقص 1 ناقص 1 بتصير ناقص 2 في إي قوة ألفا في باي تساوي الزيرو. هذا المقدار لا يساوي زيرو، الألفا لا تساوي زيرو، وبالتالي بستنتج على طول إنه السي 1 تساوي الزيرو، وبنفس الوقت هي عبارة عن السي 2. إذا هون في كيس 2 طلع معي الثيتا أوبثيتا تساوي زيرو، أو بمعنى آخر اللي هي عبارة عن تريفيال سوليوشن، وفي هاي الحالة ما بروح بحل المعادلة الثانية لأنه ما راح استفيد من حلها. فإذا بنتقل الآن للكيس المهم وهو كيس 3. كيس 3 هو ناقص لمدا أقل من الزيرو، بمعنى بأخذ الناقص لمدا تساوي ناقص بيتا سكوير والبيتا أكبر من الزيرو، فعلى طول في هاي الحالة الآن بتساوي بلس ماينس البيتا الآي. إذا الثيتا أوف ثيتا هي ساين وكوساين، يعني سي 1 ساين بيتا في ثيتا زائد سي 2 كوساين بيتا في ثيتا. على طول برضو بشتق هاي المعادلة، سي 1 في بيتا في كوساين البيتا ثيتا ناقص سي 2 في بيتا في ساين البيتا ثيتا. استخدم الشرط الأول الآن اللي هو الثيتا للناقص باي يساوي الثيتا للباي، بستنتج منه. لاحظ لما نعوض في الثيتا بالساين، ساين الناقص تطلع لبرا، فبتصير عبارة عن ناقص سي 1 ساين البيتا في باي. الاقتران الساين هو اوت فانكشن، وبالتالي بيطلع لبرا الاقتران، لكن كوساين الناقص هو نفسه كوساين زائد، فراح تضلها زائد سي 2 كوساين البيتا في باي تساوي. الان عند الباي راح تصير سي 1 ساين بيتا باي، ما راح تتغير، نفس الشيء الكوساين زائد سي 2 في كوساين البيتا باي. لاحظ الان هذا المقدار وهذا المقدار بدي كنسله، بضل عندي جيب لي هذا الطرف للطرف من جاي، بصير عبارة عن ناقص 2 سي 1 في ساين بيتا الباي يساوي 0، وبالتالي هنا ممكن الساين البيتا الباي هي عبارة عن 0. متى الساين بيساوي 0؟ عندما البيتا الباي تساوي n في باي، الباي مع الباي بتكنسل، وبالتالي البيتا n هي عبارة عن n والn تساوي 1 to infinity. إذن أول شرط أوجد لي قيمة للبيتا n، وبالتالي في قيمة اللمدا n. لكن خلينا نروح على الشرط الثاني ونشوف إنه هل رح يفيدني بشيء معين. الشرط الثاني هو ثيتا برايم للناقص باي تساوي الثيتا برايم للباي.
بدي أعوض الآن الثيتا برايم للناقص. الثيتا برايم هو عبارة عن سي 1 في بيتا في ساين عند الناقص باي، سوري الثيتا برايم في كوساين، فالناقص برش راح تأثر، فراح تكون هون في كوساين البيتا في باي المشتقة فيها ناقص، وأيضا الثيتا برايم عند الناقص باي، فبتطلع من الساين ناقص فبصير زائد السي 2 في بيتا في ساين البيتا الباي تساوي الثيتا برايم عند الباي. الآن الثيتا برايم عند الباي راح تكون هي عبارة، طبعا هون عند الناقص باي يس، راح تكون سي 1 في بيتا في كوساين البيتا الباي ما راح تأثر، لكن هذا المقدار كونه لما أعوض في الساين طلع برا بصير عندي ناقص السي 2 في البيتا في كوساين البيتا أو في ساين البيتا الباي. لأن خلينا نرد نعيد هون، هو أصلا فيها ناقص لكن لما عوض في الساين تطلع على برا فبتصير موجب عند الباي، لكن هون الساين لما عوضتها في الباي راح تضلها زي ما هي. لاحظ برضو هون راح تكنسل هاي مع هذا المقدار، جيب لي هذا لهون فبتصير عبارة عن 2 سي 2 في بيتا في ساين البيتا باي يساوي 0، وبالتالي في عندي احتمالية انه ساين البيتا باي تساوي 0، وبالتالي بستنتج انه البيتا ان هي عبارة عن او البيتا في باي بتساوي الان باي، او بمعنى اخر انه البيتا تساوي الباي مع الباي بتروح تساوي الان. فلاحظ الشرط الآخر أيضا طلع لي نفس القيمة البيتا، فما استفدت بمعنى آخر من الشرط الثاني. إذا بتلاحظ هون بلاحظ إنه ما أوجدت قيم لـ C1 أو C2، يعني ما صفرت مثل الأمثلة اللي كنا نوقفها سابقا. سابقا كانت طلع معي إما C1 أو C2 صفر وأوجد البيتا، لكن هون لا C1 طلعت صفر ولا C2 تساوي 0، فعشان هيك رح ظل كما هن. يعني الآن اللمدة أصبحت بما أن الناقص لمدة تساوي ناقص البيتا سكوير، إذا اللمدة N هي عبارة عن الـ N سكوير، وبالتالي السليوشن في هاي الحالة اللي هو فاي الفاي أو فاي الـ N، لأنه في عندي أكثر من سليوشن، راح يكون هو عبارة عن سي N في ساين الـ N ثيتا، لأنه السليوشن الأساسي هو عندنا C1 ساين بيتا ثيتا زائد C2 كوساين البيتا ثيتا، لكن لا C1 صفر ولا C2 صفر، سميت CN وDN على أساس أنه الدلالة أنه في عندي أكثر من سليوشن زي ما حكينا سابقا DN كوساين N ثيتا. فهذا هو عبارة عن الثيتا. الآن مجرد ما أوجدت الثيتا يجب إيجاد اللي هو الـ R of R السليوشن الآخر للمعادلة رقم 1. المعادلة رقم 1 هي عبارة عن R تربيع. الآن دحل المعادلة رقم 1 R تربيع في R double prime زائد الـ R في R فتحة ناقص اللمدة في R، طب هي اللمدة N square في R يساوي 0، لأن هاي المعادلة عبارة عن كوشي أولر equation، هي عبارة عن M في M minus 1 زائد M ناقص الـ N square تساوي 0، يعني M تربيع ناقص الـ N square تساوي 0، بمعنى آخر إنه الـ M square تساوي الـ N square، يعني إنه الـ M تساوي جذر الـ N square اللي هي plus minus N. فإذا الـ two root في هاي الحالة هن عبارة عن distinct root، هن عبارة عن plus or minus الـ N، وبالتالي الـ R of R solution، السوليوشن في حالة الكوشي أولر هو عبارة عن X قوى الروت الأول و X قوى الروت الثاني، لكن كوني بتعامل مع الـ R راح يكون هو عبارة عن C1 في R قوى الـ N زائد C2 في R قوى minus الـ N. الآن في هاي الحالة الآن لاحظ كيس نمبر 2، كيس نمبر 1 حكينا أنه في اختلاف كان بسيط، هو في كيس نمبر 1 أنه الـ R أخذناها تقترب لأنفينتي بالإكستيريور والانتيريور R تقترب للصفر. الآن برضو في حالة الانتيريور الآن لما الـ R تقترب من الصفر الآن، لأنه بحل قاعد الانتيريور، الاكستيريور راح أبعث لكم إياه محلول كامل، لكن
راح اشرحها بشكل سريع، بمعنى اخر انا قاعد اشرح لكم اياها الان. لما الانتيريور اللي بتعامل معها الان، الار 1 تقترب من الصفر، فراح يكون المشكله في هذا الحد. ليش في هذا الحد؟ لان معنى الار قوه ماينس الان هو عباره عن هذا المقدار، هو 1 على ار قوه ان. لما الار تقترب من الصفر هذا بيصير عندي 1 على 0، يعني بيقترب من الانفينيتي، مضروبه في السي 2 حسب السي 2، فبيكون اما اذا راح تكون الار اوف ار تقترب من بلس اور ماينس انفينيتي. وشو هون السبب؟ السبب اللي هو السي 2 لار قوه ماينس الان هي المشكله، هاي هي راح تروح بلس ماينس انفينيتي. الحد الاول هذا ما راح تكون فيه مشكله، لانه لما تكون الار تقترب من الصفر راح تكون صفر قوه ان هي 0 في سي 1 0، فالار اوف ار بقترب من الصفر يعني باوند. لكن هذا الحد يسبب لي مشكله في حاله الانتيريور. الان لاحظ في حاله الاكستيريور لما الار تقترب من الانفينيتي، في حاله الار لما تقترب من الانفينيتي المشكله بتصير في هذا الحد وليس هذا الحد. ليش؟ لانه السي 1 في انفينيتي قوه ان انفينيتي، وبالتالي هذا الحد هو راح يسبب لي المشكله الموجوده معي. هذا الحد ما راح يكون في مشكله في حاله الاكستيريور، لانه هذا راح يكون 1 على ار قوه ان، ولما الار تقترب من في 1 على ار قوه ان 1 على انفينيتي 0. وبالتالي الان في حاله الانتيريور اللي بتعامل معها قاعد الان، اذا بحكي هون وي ماست تشوز سي 2 تساوي 0. هذا في حاله الانتيريور اللي بتعامل معه، لكن في حاله الاكستيريور راح احكي وي ماست تشوز سي 1 تساوي 0. بما انه اخترت السي 2 تساوي 0، معنى هذا الحكي اذا الار اوف ار هو عبارة عن سي 1 في ار قوة الان. الان اذا اليو ثيتا وار هو سوليوشن، شو بيساوي؟ ما انساش انه في عندي بكيس 1 طلع سوليوشن، وهو ايه؟ زائد المجموع من ان تساوي 1 up to infinity. الان شو هو الار اوف ار او الار ان اوف ار؟ مضروب فيه اللي هو الثيتا اوف ثيتا، هذول اوبجكتين. الان السي 1 الموجوده في الار اضربها في السي ان وسميها اي ان مضروبه فيه الساين ان ثيتا، وزائد البي ان اللي هن بي ان في كوساين الان ثيتا، هاي كلها مضروبه في ار قوه الان. كيف اجت؟ ضربت الار في الثيتا وسميت السي 1 في السي ان اي ان، وسميت السي 1 في الدي ان سميتها اللي هي عباره عن البي ان، وبالتالي اصبح هذا هو عباره عن السوليوشن الموجود معي. الان لاحظ في عندي ثلاث مجاهيل اللي هن الاي والاي ان والبي ان، بمعنى في حاله الاكستيرر شو الاختلاف راح يكون في السوليوشن؟ فقط الاختلاف انه هون راح تكون هاي ار قوه ان، ولا ار قوه ماينس الان مش الار قوه ان، هذا الاختلاف ما بينها وبين الاكستيريور. الان في عندي ثلاث قيم مجهولات، هن عباره عن الاي والاي ان والبي ان. في عندي كونديشن بعد ما استخدمت، وهو الان ناو يوز اللي هو يو سي وثيتا هو عبارة عن اف الثيتا. هذا الشرط بعد ما استخدمته، بمعنى عوض مكان الار ثيتا لما مكان الار سي. اذا لما عوض مكان الار سي هاي راح تكون ايه؟ زائد المجموع من ان تساوي 1 up to infinity. والله خلينا نكتب هاي في البداية، يعني سي قوة الان في اي ان، هاي راح تضلها مثل ما هي لانه ما بعوض مكان ثيتا، بعوض مكان الار، زائد ال في ان في كوساين ال ان في ثيتا. لاحظ شو الفائده هون. الان هاي الاي راح اسميها اي نوت على تي. طب الان هذا الناتج اللي اوجدته سابقا كان يطلع معي اما فورير كوساين او فورير ساين، لكن انا هاي في هاي الحاله لا طلع معي فورير ساين ولا كوساين، هو في هاي الحاله اعطاني الفورير سيريز ان جنرال.
طب هو الفورير سيريز اللي هو اي نقطة على اثنين في مجموع من ان بتساوي واحد لانفينيتي، اي ان ساين زائد البي ان كوساين له قوانين. وير الان استخدم فكره الفورير كوساين الاي نوت، الاي نوت في الفورير سوري الفورير سيريز ان جنرال له ساين وله كوساين. هون شو كان قانون الاي نوت؟ الان في الفورير كوساين والساين كان عباره عن 2 على ال في التكامل من 0 ل ال، هيك كان. لكن الفورير ان جنرال كان عبارة عن 1 over L في التكامل من ناقص L لL، لاحظ مش من صفر لL، من ناقص L لL. إذا رجعنا للفورير سيريز المعتادين عليها من ناقص L لL اللي هي هون عندي من ناقص باي لباي الفترة المعطاة معي على الثيتا، لأنه هون بتعامل فورير سيريز بالنسبة للثيتا للإندكس ثيتا. طب هو الثيتا من ناقص باي لباي، يعني الL هو الباي، وبالتالي هذا راح يكون عبارة عن 1 over باي في التكامل من ناقص باي الى الباي لاف ثيتا دي ثيتا، لان هون عندي اف ثيتا بدل اكس يعني ثيتا، لانه هون بتعامل مع الثيتا. فهذا الاي نوت اوجدته. طب شو هو معامل الساين الان؟ لاحظ ما بحكي الاي ان هو اللي بساوي، المعامل هون مضروب في السي قوه ان، السي قوه ان في الاي ان، وبالتالي بحكي المعامل للساين اللي هو السي قوه ان في الـ AN هو عبارة عن 1 على L اللي هو 1 على باي في التكامل من ناقص L لL من ناقص باي لباي في F الثيتا في ساين N ثيتا B ثيتا. وبمعنى آخر نستنتج إنه الـ AN هو عبارة عن 1 على C قوة N في الـ AN، سوري 1 على C قوة N في الباي مضروبة في الباي في التكامل من ناقص باي الى الباي في اف الثيتا دي او ساين ان الثيتا دي الثيتا. طبعا اف الثيتا مش معروف معي، لو كان معروف معي بوجده، ولو كان اصلا الاف الثيتا بدلاله الساين والكوساين حكينا بستخدم فكره المقارنه بتكون افضل. الان الحد الاخير اللي بدي اوجده، الان صرت موجد الاي اي نوت، بالتالي بوجد الاي، اوجدت الاي ان، بدي اوجد البي ان. الان البي ان اذا تبرر سهلة، اللي هي معامل الكوساين اللي هو سي قوة ان في البي ان هي عبارة عن 1 على باي في التكامل من ناقص ال ال من ناقص باي الى باي اف الثيتا في كوساين الان ثيتا دي الثيتا. وبالتالي على طول البي ان هي عبارة عن 1 على سي قوة ان في باي في التكامل من ناقص باي الى الباي في اف الثيتا في كوساين الان ثيتا دي الثيتا. وهيك بتكون اوجدنا جميع القيم. لاحظ برد عيد المره القادمه راح ارد اشرح هذا الموضوع بشكل سريع بالنسبه للاكستيريو، لكن انا شرحت اليوم برضه عشان تفهموا اكثر شو الفرق ما بين فرقين بين الاكستيريو والانتيريور. الانتيريور في حاله في حاله الار اكبر من الصفر واقل من سي، باخذ الار تقترب دائما من الصفر، بتصير في عندي مشكله في اللين في كيس 1، باخذ السي تساوي 0. في حاله الاكستيريو باخذ الار تقترب للانفينيتي، بتكون المشكله برضه في السي 2 باخذها صفر. كيس 2 نفسه، كيس 3 تماما نفسه، لكن الاختلاف فقط في الار، راح تكون ار قوه ماينس ان وار قوه ان في الاكستيريو. في الانتيريور باخذ اللي هو السي 2 تساوي صفر لانه الار قوه ماينس الان هي اللي فيها مشكله، بصير واحد على صفر. لكن في الاكستيريور باخذ السي 2 هي الزيرو وبكون الحل، او سوري السي 1 هي الزيرو بكون الحل ار قوه ماينس الان، لانه بتكون واحد على ار قوه ان واحد على انفينيتي زيرو بتكون باوندد. هذا هو الفرق ما بين انتيريور واكستيريور. السوليوشن بدل الار قوه ان راح تكون بالاكستيريور ار قوه ماينس الان. هذا هو الاختلاف فقط في الحالتين او في حالة الاكستيريور والانتيريور. الان طبعا بيكون هيك اوجدنا، بعد ما اوجدنا الاي ان والبي ان والسي ان، لو كان عندي اقترانات بكامل هاي الاقترانات وبوجدها، لو كانت ساين وكوساين بوجدها من خلال المقارنة بتكون افضل.